الوزير الأول شارل ميشيل يدعو إلى عدم التسامح مع الأحداث العنيفة المصاحبة لعملية التصويت في استفتاء عن التعديلات الدستورية بتركيا. الحكومة الوالونية تعلن عن إطلاق مخطط سيحقق حوالي 10,000 منصب شغل ويخفف من وطأة قرار إغلاق مصنع كاتربيلار. في المغرب العثماني يعلن عن قرب تشكيل الحكومة وينفي ساحة التشكيلات المنتشرة في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي المغربية. الموجز الدولي ينقلنا إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، غويان والمفاوضات السورية. وفي النشرة ورقة عن مدينة الداخلة المغربية التي احتضنت مؤخرا منتدى كرانس مونتانا. أسعد الله أوقاتكم سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في هذا العرض الإخباري الأسبوعي من قناة المواطن ببروكسل. ندد الوزير الأول شارل ميشيل بشدة بأعمال العنف التي اندلعت أمس الخميس أمام السفارة التركية ببروكسل، وقد تدخلت الشرطة أمس لتفريق موالين ومناوئين لأردوغان على هامش الاستفتاء المزمع إجراؤه في تركيا حول إصلاحات أو صلاحيات الرئيس، وقد بدأ الأتراك في الخارج في التصويت في هذا الاستفتاء. عقدت الحكومة الوالونية هذا الصباح ندوة صحفية أعلنت من خلالها عن مشروع كاتش الذي سيمكن من خلق حوالي 10,000 منصب شغل. تقرير في الموضوع. خبر سعيد لمنطقة شارلوروا هذا الصباح، حيث قدمت حكومة الوالونية مخطط كاتش الذي من المنتظر أن يخلق حوالي 10,000 منصب شغل، منها ما بين 6,000 و8,000 مباشرة والأخرى غير مباشرة، وذلك بالاعتماد على 4 قطاعات أساسية: المطار والمصالح المرتبطة به وخاصة اللوجستيك، التصوير والتصميم الجرافيكي، علوم الحياة خاصة بعد نجاح تجربة بيوبارك، ولكن أيضا علوم الصحة والصناعات الدقيقة والمتطورة. وسيتم استعمال أراضي مصنع كاتربيلار في إطار هذا المخطط بعدما قرر العملاق الأمريكي غلقه وتعريض آلاف العمال والمستخدمين للبطالة. وستتكلف الشركة الجماعية إيجوتيك بتسيير المشروع في إطار هذا المخطط. قتل شابان هذا الصباح بمنطقة دور بعدما ارتطمت سيارتهما بمؤخرة شاحنة لنقل النفايات، ويبلغ الشابان اللذان توفي على الساعة 6:30 من صباح اليوم 22 و25 عاما، وقد تحطمت سيارتهما بشكل تام في هذا الحادث. في المغرب نشر موقع اليوم 24 خبرا مفاده أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رشحت مساء أمس الخميس مصطفى رميد للاستمرار على رأس وزارة العدل والحريات التي وضعها إدريس الشجر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية نصب عينيه، وهو ما رفضته الأمانة العامة. وحسب نفس الموقع فإن مصدرا من الحزب كشف أن أرميد يعطي أو يحظى بدعم من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ومن الأمين العام عبد الإله بن كيران. من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة المغربية المكلف سعد الدين العثماني أن هيكلة الحكومة صارت في اللمسات الأخيرة، وأنه سيسعى إلى أن تكون الحكومة مقلصة ورغم صعوبة هذا الأمر. ونفى العثماني في هذا التصريح الذي أدلى به عقب اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما تناولته بعض وسائل الإعلام المغربية بشأن توزيع الحقائب الوزارية. لنستمع. الحقائب والأسماء أنتظر الأمناء العامين من اليوم اتصل له لحتناهم باش يتمو. غالبا يومين غادي نكون عندي جميع الأسماء المقترحات للمختلف الأحزاب السياسية، وأنا ذاك سنقوم بتركيب مقترح إن شاء الله لائحة الوزراء بإذن الله إذا صارت الأمور بالطريقة السريعة. احتضنت مدينة الداخلة جنوب المغرب ما بين 17 و22 من هذا الشهر النسخة الثانية لمنتدى كرانس مونتانا الذي يؤكد البعد التواصلي للمغرب وللداخلة بصفة خاصة. عن هذا اللقاء نسمع هذه الشهادات.
اليوم كنفتخر اولا بكوني مغربيه وثانيا بكوني ليدر دي فوتور ديال كرون مونتانا فورم. هذا شرف ليا ولكن ريسبونسابيلتي على كتافي، حين خصني نكون قد هذه المسؤوليه اللي تعطاتني. وليدر دو فوتور اياه، ولكن خصنا نخدموا كاملين على المصلحه ديال البلاد. ومهمه بزاف ان الشباب المغربي كافه من طنجه للقويره يفهم ان المستقبل ديال البلاد راه هو اللي غادي يبنيه كيف ما كانت الخدمه ديالو. المهم انه يخدم باش هاد البلاد تزيد لقدام. نتبعوا الخطى ديال صاحب الجلاله كيف ما كيورينا باش نزيدوا بكافه القطاعات اللي تفل القطاعات اللي الشباب يقدروا يعطيو فيها. وهنايا تنفكر بالنسبه للقطاعات التكنولوجيا الحديثه. فوالا دونك هذا الشرف ليا وشرف ليا اكثر انني خديت هذا لو بري في بلادي في مدينه الداخله اللي عزيزه على قلبي بزاف بزاف. Je suis très 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 honorée d'avoir été nominée aujourd'hui par le Forum Crans Montana comme nouveau futur leader pour la promotion 2017. C'est vraiment un très grand honneur pour moi. Je suis vraiment absolument honorée. الأخبار الدولية المختصرة تنقلنا إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، الغويان ومفاوضات السلام السورية، ويقرأها أنس مالكي. هدأت وتيرة الاحتجاجات في إقليم غويانا الفرنسي بعد لقاء المتظاهرين بالوفد الحكومي القادم من باريس والمكون من وزيري الداخلية والأقاليم. وأنهى المحتجون الخميس الإضراب الذي شل الإقليم لنحو أسبوع، وبدأت الحياة تعود لطبيعتها وستتواصل المفاوضات التي يأملون أن تلبي مطالبهم حول البطالة والرعاية الصحية والتعليم. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول لم تكشف هويته أن الجنرال مايكل فيلين الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يجبر على الاستقالة على خلفية اتصالات أجراها بالسفير الروسي في واشنطن، قد عرض الإدلاء بشهادته حول الدور الروسي في الحملة الانتخابية لترامب مقابل الحصول على الحصانة. أعلنت الشرطة الإيطالية الخميس توقيف 3 رجال ينحدرون من كوسوفو في البندقية للاشتباه في تخطيطهم لاعتداءات في هذه المدينة على جسر ريالتو الشهير. وقالت الشرطة في بيان إنه بعد التحقق من التطرف الديني للمشتبه بهم، جمعت قوات الأمن عناصرا كافية عن أنشطتهم لتوقيف 3 أشخاص واعتقال قاصر وهم ينحدرون جميعا من كوسوفو. قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الخميس إن واشنطن لم تعد تركز على إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، وأن الأولوية في هذه المرحلة هي إيجاد سبيل لإنهاء الحرب في سوريا، إلا أن المعارضة السورية تردت على هذا التصريح بالقول إنها لا تقبل أي دور للأسد في المرحلة المقبلة. وأختم هذه النشرة بصور جميلة من مدينة الداخلة جنوب المغرب مصحوبة بموسيقى صحراوية. هي آخر نقطة حضرية عمرانية في أقصى الجنوب المغربي على بعد حوالي 600 كيلومتر عن الحدود المغربية الموريتانية في نقطة القويرة، وحوالي 650 كيلومتر جنوب مدينة العيون. توصف بمسك ختام المغرب المتنوع الجغرافيا والمناخ والعمق التاريخي، وهي عاصمة جهة وادي الذهب وثاني أكبر مدن الجنوب المغربي بعد مدينة العيون. الداخلة عبارة عن شبه جزيرة بطبيعة صحراوية تحدها 3 سواحل أطلسية تتوغل 40 كيلومترا في عمق المحيط الأطلسي،
حيث تلتقي رمال وكثبان الصحراء ذات الطبيعة البكر برمال وأمواج الأطلسي، الشيء الذي جعل من المدينة أشبه بسفينة ضخمة تخترق عباب المحيط وتداعبها رياح قوية على مدار السنة من كل الاتجاهات. ومن هنا جاءت تسميتها بالداخلة، لأنها مدينة عائمة داخل البحر، تتمتع بمناخ دافئ وبأكثر من 300 يوم مشمس طوال السنة، وهي مقومات جغرافية ومناخية قلما تجتمع لمدينة، مما أهلها لتنضم لمصاف أهم المدن السياحية في العالم. فقد صنفتها نيويورك تايمز ضمن قائمة لأفضل الوجهات العالمية في 2012، واختارها متصفح الموقع الإلكتروني العالمي توريزم بوست المتخصص في الوجهات السياحية العالمية كأفضل خيار سياحي لرواد الشبكة العنكبوتية لسنة 2015. بهذه الورقة الموسيقية أستودعكم الله، دمتم في رعاية الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله، ونهاية أسبوع موفقة.